لو الحكاية فيها إن فيتو حصل إنه تم دعوة من قبل مؤسسة المولد الثقافي جلسة الأستاذ رسمة حسين لاجتماع كل المثقفين المستقلين والمؤسسات المستقلة لاجتماع تم من خلال هذا الاجتماع تكوين ما أطلق عليه وقتها ائتلاف الثقافة المستقلة. ومن خلال اجتماعات هذا الائتلاف تم طرح فكرة الفن. بعد شوية حصل الائتلاف زي كتير من الكيانات اللي ظهرت أو تكونت بعد الثورة إنه مبقاش فيهم وتقريبا يعني خلاص انحل وأصبح الحاجة الوحيدة اللي موجودة هي الفن. الفن الإدارة أول مرة كان بيتعمل كان في أبريل 2011. في شهر 10 2011 كان أكثر من 12 محافظة زي ما عملنا زي نقول أكثر من 12 يعني 16 18 في خلال الوقت اللي احنا كنا بنشتغل فيه على مدار الثلاث سنوات اللي مروا علينا كان في أحداث كتير جدا محزنة والحمد لله ربنا كان بيكرمنا في ان في احداث برضه مفرحه. احنا طول الوقت كنا بنشتغل واحنا بنحاول على طول الوقت يبقى احنا متواجدين جدا مع اللي بيحصل في الشارع. الفن ده بيحصل دائما ابدا في ميدان عابدين لكن هو خرج مرتين بس من ميدان عابدين، مره لما راح عصام مجلس الوزراء ومره ثانيه لما كان ده كان في عهد المجلس العسكري والمره الثانيه لما كنا رافضين الاعلان الدستوري وده كان في عهد الاخوان. ودول مرتين واحدين اللي خرج فيهم. طول الوقت الفن ده في بنحاول نعمل زي تيمه او عنوان لليوم. طول الوقت مش بنشتغل كافراد او كمجموعه عمل مغلطين على نفسنا وبالتالي احنا بنتاثر بكل الحاجات اللي بتحصل. كان في يوم من الايام كنا بنعمل حاجه اسمها يوم النوبه العالمي للعلم وده كان عشان المبيدين اللي موجودين في مصر كان اليوم بحافل بكل احداث النوبه. في مره من المرات كنا عاملين تظاهرنا مع الشعب السوري وكان في تقريبا ثلاث ارباع البرنامج كان فرق وفنانين سوريين موجودين. في يوم من الايام كان مناسب لوجود الفن ده في ميدان عابدين لكن في نفس التوقيت كان هو 40 لشهيد عابدين وهو جيكا وساعتها احنا عملنا تعليق للفن ده وما حصلش ان احنا عملنا الفعاليات كما كانت متعودين عليها من كل شهر من فقرات فنيه او حاجات واختصر اليوم ساعتها لانه هو اصبح من التأبين وكان الموضوع عباره عن اهالي الشغل الموجودين معانا في الميدان وفقرات بس تقتصر على الشعر والافلام التي لها علاقه بالثوره والاحداث اللي كانت حاصله. الاحداث العباسيه تم تعاطف الفن الميدان وبرضه اقتصرنا على فكره انه حس العباسية دي اللي هو كان مذبحة العباسية يعني كان فيها حصان في قدام وزارة الدفاع وحصل بعدها ان في ناس كتير ماتوا. وقتها برضه احنا وقفنا الفن الميدان بشكل طبيعي وعملنا شكل مختلف. دي حاجة مهمة جدا. اسكندرية يا جماعة لسه قبض عليهم هم بينظموا الفن الميدان. كان ساعتها في مشكلة عظيمة لولا التدخل لبعض المنظمين يعني كانت هناك ساعتها في المحافظ المحافظة والمحافظة كانت من الآن وحصل حاجات كتير جدا. طيب عايز أقول ملخص سريع لأن في أحداث حاجات مهمة كانت بتبقى حاصلة وإحنا بنحاول مشغول بقى.